عليكم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه غادي نديروا لي واحد الفلوغ اللي واعر بزاف بالمناسبه، بغيتكم تكونوا ليا مبروك. المهم داك الشيء قريت ديت الباك 2016 16 16، مورا هذا عامين ديال لي ستيا، خديت ديبلوم في الكروزوف، من بعد درت ستاج في لا سوسيتي الضحى، ما عجبنيش الحال، لقيت راسي ما كنعطيش في هذاك الدومين. بعد تفكير مطول مطول مطول، ربي سبحان الله انه كيبغي يكتب لك شي حاجه كيكتبها لك، فتقبلت الاجازه المهنيه في الاعلام والتواصل. خوكم بغيو لي صحافي. كيما قلت لكم اجازه في الاعلام والتواصل، اليوم ان شاء الله غنمشيو لكبه بلوطه، غنديروا نباته تما بلي كاياك وداك الشيء والكيطون، غادي نحاول ما امكن نصور لكم مختلف داك الشيء اللي غنديروا ما بين الماكله. اليوم غادي ندير واحد لو تشالنج، انني ما غنباتش في الكيطون، غنبات غير برا وكاين البرد. وهذا شكرا للصديق مصطفى الحبيب. انا عندي واحد ولكن ماشي ديال هذا كيما كتشوفوا بلبل بلبلو اليوم، ومع ذاك الجو ديال العافيه وذاك النشاط وذاك الحيويه، مع مجموعه ديال الناس ديال الجمعيه المغربيه للصغار اللي كنوجهو لهم تحيه من هذا الفلوق من هذا المنبر بطبيعه الحال. وبقاو معنا، غتكون شي حاجه بلبلا. بغيتكم تحسوا بداك الشيء اللي كنعيشوا حنايا، واخا ما هذا الشيء صعيب بزاف بزاف وما كرهتش كل شيء خرج معنا، ولكن بشويه بشويه بشويه. مرحبا بكم. الطياره خلك ضربت له رجلو وهذه راه جنحه. والله تا انت والله الا جنحه خيامي، راه هنا توظف حتى هو مارس الساعه مالي الناس لابسه سبندينا وانا غادي نمشي نضرب كيلومتر في الشاي. خويا اسمح لي ما كتمشيش بزاف، شوف هذا المجال الانسان خصو يكون شي حاجه. خويا فين جيك؟ المعلومات تضرب لتحت المحكم باش هادي عرفت دابا في هاد التوب في المحكم باش كتصفي الماء. نشربو الماء وعم سقيناه من البئر. خويا الرالي داكار ما اسمح ليا، لا كاين كاين الفرق شويه الزعر تجربه، كاين تجربه كاين شويه تجربه، وحتى السياره كتعاون سير كتعاون، وكاين عاوتاني حتى الوالد الله يرحمه كان شي فورم ديالو كيعلم لك الصور ديالو كان كيعطيكم لي زاستيس. تبارك الله عليك، شوف الناس اللي كدير شي حاجه في حياتها، شوف انت اش كدير في حياتك بصدمتي عليا. شوف بعد ما وصلنا للسيد اللي عطانا واحد البغل واحد الحماره، هما اللي غنهزو عليهم السيكان باش نقصو الثقل. دابا فوالا غير هادشي اللي خفيف وصافي في يدينا وغنهبطو. صراحه البحيره كتسيتويا في البارك ناسيونال ديال تزكا، كنقولها ديما ثاني اقدم منتزه وطني في المغرب. ونفس النصائح ديما، ملي يشوف فين كيزطام يتمشى بشويه، حاول ما يزربش باش الخيب ديالو تكون بالبلاش. فوالا كيما كتشوفوا حنا وصلنا فين غنخيبو، هي ربع ساعة ديال الطريق وسداوة مورا، وباش دعين السهلة اللي معروف هو اللي راه لهيه. ايوا دابا نشوفو نتانسطالاو، خلو نضربوها بشي عومة عالمية عاد. فوالا هما لي كاياك هنا، هما الدار هنايا. فوالا واحد المنظر واعر بزاف صراحة، كنقول لكم ديما تازا باقي فاهمين. شوف فوالا بحال اللي كاري الله غير حنان.
اش فيك؟ بالصحة خي سيدو. الله يعطيك الصحة خي انس. هاكي جاك هادشي؟ اش خاوي دابا؟ خاوي بزاف حرام شي واحد. ايوا حرام ما حد يدوش. نهار مبارك سعيد بسلامة الغايبين. الله يشافي المرض. كارين احنا تسد هاد البحيرة. اللهم لك الحمد هذا الطل من عند ربي. الحمد لله على نعمة الألف هذا الحمد. الحمد لله على نعمة الألف ديال هاد الإخوان هذا. الله يحفظك. كارين كاع عشاق الطبيعة. عشاق الطبيعة تحياتي السلام. حيت هاك هو يمكن خصك تضرب بجوج يديه نورمالمون انا حيت هزت لكم الكاميرا هي بيان بون الحمد لله نهار واعر بزاف احسن منطقه رائعه جدا وفيها ما يتشاف الحمد لله.